من رأى بقى ان هو بيبيع مخدرات او سجاير. طيب هو ده معناه بقى، بص هقول لك على حاجه، بياع المخدرات ده حد بيبيع الكلام، يعني حد بياع الهوى. بياع الهوى. حد بتتبسط في القعده معاه. تمام. حد يعني زي ما بقول لك ايه، بيسكرك حديثه. حلو. حد كده صديق مثلا. صديق بس انت بتحب تقعد معاه. كويس. بيعرف يخرجك من اللي انت المود. فيه. بالظبط كده. فالبياع ده معناه حد بيعرف ازاي يطلع الناس من مشاكلها، وغالبا بيبقى يا دكتور نفساني. يا عالم دين. تمام. لان بيعرف يدخل لك منين بقى. بالزبط. علاجك فين. هو كده. السجاير والمخدرات الاثنين واحد صح؟ بس لا، المخدرات اقوى. المخدرات اقوى في المخدرات اقوى لان عارف بص يمسك فين، يعني الحاجه اللي فين بقى اللي وجعاك او المشكله اللي عندك كده. يعني تمام.